الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة المتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو لكم الله العافية إن شاء الله. وقدم في هذا المقطع القصير جدا طريقة تقدير معلومات نموذج البروبيت أو ما يسمى Estimation of Probit Model Parameters. يعتبر هذا النموذج من مشتقات التوزيع الطبيعي التراكمي، وعادة ما يوظفه الباحثون والعلماء في تحديد احتمال وقوع حدث ما. وأكد هنا كأن نقول احتمال العثور على وظيفة في سوق العمل من قبل الباحث عنها. قبل تقدير معلومات النموذج لابد من التأكد من وجود البيانات المتوافرة بالصيغة المعيارية Standard Format. يجب أن تكون البيانات الأرقام الأعداد متوافرة بالصيغة المعيارية أو ما يسمى Standard Format، أو تحويلها إلى صيغة معيارية Standard Format بواسطة الصيغة الآتية، أي الآن المتغير الطبيعي المعياري Z/I تساوي حاصل قصة ماذا؟ الفرق بين المتغير العشوائي ومتوسطه، إما متوسط هذا المتغير إذا كان كل المجتمع الإحصائي متوافر أو عيلة. طبعا هذا الفرق مقسم على الانحراف المعياري إلى المتغير العشوائي. تذكروا أنه هذا هو التوزيع التراكمي، يعني دالة توزيع الكثافه مثل density function، دالة كثافة التوزيع تمتد من سالب ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية، لكنها عندما تمتد إلى سالب 4 فما دون يقترب المنحنى هذا من المحور الأفقي ويعني يؤول إلى الصفر. وهنا كذلك إذا تعدى 4 موجب إلى اليمين هنا فيقترب من الصفر، المساحة تحته 100%. حيث الآن Z normally distributed كما ذكرنا هو موزع طبيعيا Z بوسط يساوي صفر، هذا الصفر هنا، والانحراف المعياري سيجما سكوير ترمز ميو سب اي سب اكس عفوا الى متوسط المتغير سواء للpopulation او للعينة. اذا المتوسط متغير، وترمز سيجما سب اكس للانحراف المعياري للمتغير. نتابع. لنفترض الآن حتى نوضح يعني وجود البيانات الآتي. الآن عندي متوسط الدخل الشهري اكس سب اي بالألف دينار، 3000 دينار، 3700، 4500، هكذا إلى 10000 دينار. عندي عدد الأفراد هنا، أي حجم الـ population كلها، لكن 30 شخص دخلهم 3000 بالمتوسط، 25 شخص 3700، 10 أشخاص 4500، وهكذا إلى أن نصل 80 شخص دخلهم الشهري 10000 دينار، متوسط دخلهم 10000 دينار. الأشخاص من هؤلاء الذين يقضون إجازاتهم السنوية خارج البلاد أن small أن يعني جزء من هذه، أوكي، إذن يعني هذا A هذا B. الآن N sub I 10 من 30، 12 من 25، 1 من 10، 10 من 45، 30 من 52، وهكذا إلى 80 من 80. الآن التكرار النسبي بمعنى ما هي نسبة هذه يعني هؤلاء الأشخاص من العدد الكلي؟ فهذول العشر من 30 يساوي 33.3%، هؤلاء 12 من 25 يساوي 48%، العشرة هنا من 10 يساوي 1، يعني 1 من 10 يساوي 10%، هنا 10 من 45 يساوي 22%، وهكذا إلى 80 من 80 يساوي 100%، و72 من 72 يساوي 100%. الآن إذا ذهبنا قارنا هذا التكرار النسبي هذا الاحتمال أو يعني التكرار النسبي بقيمة زي في الجدول التوزيع الطبيعي، نجد بأن هذه النسبة 33.33% تقابل قيمة زي تساوي -0.431. هنا 48% تقابل القيمة -0.5%، 10% هنا 1 من 10 اللي هي 10% تقابل -1.282، وهكذا 80 من اللي هو تساوي 100% من الحجم الكلي تقابل القيمة 4.013. كذلك الأمر هنا 72 من 72 تساوي 100% وتساوي قيمة زي على التوزيع الطبيعي التراكمي هنا تساوي 4.013. الآن هذا الجدول جدول التوزيع الطبيعي، يعني من أين أتينا بهذه الأرقام؟ هذا هو الجدول المتوفر في كل كتب الإحصاء والاقتصاد القياسي. على سبيل المثال الآن هذه 33%، لاحظوا لي
نلاحظ أنها هذه 3، إذن تقابل سالب 4 وثلاث بالعشرة. فعلا الآن هذه هي سالب 4 3 1، تقريبا، لأن هنا أقل بشوية، فهي يعني زدناها فصارت 4 سالب 4 3 1. في بعض الجداول بعطيها بدقة متناهية، لكن قربناها وهذا لا يضيرنا. مثلا 48% تقابل هنا 48، لاحظوا لي أي قيمة تقابل سالب هنا طبعا 0.5%، لاحظوا لي هون، إذن هي 5% كما ذكرت. وأخيرا على سبيل المثال 22.22% تقابل هذه القيمة 22.3 تقريبا تقريبا، وهي تقابل صفر سالب صفر اللي فاصل 7.6، وهي هون 6.5 لأنها جايبة المصرف، فقربناها. إذن هذه الطريقة التي نحصل عليها قيم زي التي تقابل هذه القيم، فمن هنا نحصل على زي. الآن مثال، لنفترض وجود البيانات المجدولة أدناه عن احتمال امتلاك واسطة نقل خاصة مقابل مستويات مختلفة من الدخل الشهري. المطلوب الآن معرفة احتمال الحصول على واسطة نقل خاصة مقابل دخل شهري مقدار 100 دينار. يعني المقصود فيها الآن أنه هناك مجموعة من الأشخاص لدينا معلومات أو بيانات عن الدخل الشهري لكل واحد منهم، وأنه يمتلك أو لا يمتلك سيارة. فهذه المعلومات الآن، التكرار النسبي لعدد الذين يمتلكون وسائط نقل خاصة، هذا هو XI، 20%، 30%، 33%، 37%، 37%، 57%، 52%. طبعا حصلنا عليها من كما فعلنا هنا أحبتي، كما فعلنا هنا عندما قسمنا هذا العدد، هذه القيم هنا على هذه القيم، حصلنا على هذه. ارجع هنا إذن، فهذه حصلنا عليها من تكرارات نسبية، وذهبنا إلى جدول توزيع زي الطبيعي فحصلنا على هذه القيمة. الآن نريد أن نعرف ما هو احتمال أن يمتلك شخص دخل الشهر 100 دينار أن يمتلك واسطة نقل خاصة، سيارة يعني أو حافلة خاصة. نكمل الآن، للحصول على التقدير المطلوب نقوم بإجراء انحدار زي آي على أكس آي بواسطة مربع صغرى اعتيادية. كانت النتيجة كما يلي، سبحان الله، زي بآي هاي التقدير تساوي سالب 1.548857 زائد فاصل 0.0686 في اكس اي، طبعا هون الدخل الشهري، ار سكوير طلع 88%، حجم العينه 7، وهي الستاندرد ايرور الان اللي هي الخطا المعياري لكل واحد منهم. الان بالتعويض، ما يعني اذا اهملنا الان يعني الاهميه النسبيه، بس نريد ان نفسر النموذج، ما يعني الان زي اي، هذه هي زي اي تساوي سالب 1.548857 هذه، زائد الآن 0.0 طبعا 0.0686 مضروب بماذا؟ في 100، عوضنا عن هذه بالمية، لأن هذا السؤال اللي قبل شوي طرحناه أنه شو احتمال أنه إذا كان اكس اي يساوي 100، فكانت قيمة زي الآن تساوي سالب 0.86 سالب طبعا 0.863. الآن نذهب إلى جدول توزيع زي ونرى ما هو احتمال المقابل لسالب 0.863، نجد بأنه الآن طبعا بعد عوضنا هنا عوضنا، نجد بأنه يقابل احتمال 19% تقريبا من التوزيع الطبيعي، 19%. اتذكروا بالله إذا سمعتم زي تساوي سالب 0.863، لو عدنا إلى الجدول هنا سالب 860 63، الآن هاي 6، هاي 6، وهاي تقريبا 3، بطلع عندي 19.5 تقريبا كما ذكرت قبل قليل. ما يعني الآن أنه نستطيع التنبؤ بدقة عالية جدا باحتمال أنه يعني حدوث حدث ما. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، رايجا أن أكون قد قدم الفائدة العظمى لكم أحبتي الطلبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.